سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تشوفوا هذا الفيديو وتكونوا بخير وعلى خير وفي احسن احوال. اليوم درت واحد المليويات، قلت علاش ما نشارككمش مع البنات. ايوا اليوم الحد بنا جالس، قلت نصايب نسي من الدراري ونشاركهم معكم. كيجيو البنات غزالين وكلهم مرق تبارك الله، كيجي ما نقولش لكم البنات ما شهيتكم فيه، غزالين البنات. نتمنى تجربوهم وتردوا عليا في التعاليق. مع ما لقيت شد كنصور بايد وكان كنوريكم بايد. كنتمنى تجربوهم البنات، كيجيو غزالين البنات. وهنا راه صيفط واحد الكيك، دابا نخلي لكم الفيديو ديالو، ما غيجيكم هنايا طويل، علاش قلت نحطو لكم بوحديتو. وندوزو للطريقة العجين. عندي هنا كيلو ديال القمح سبيسيال مع كيلو ديال الفورص. صافي كنخلط هاد الدقيق. كنتمنى البنات اللي عجبها الفيديو ما تنسانيش من واحد لايك، والبنات الجداد اللي يلاه ضمن القناة عندي كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، ونتمنى تابونا وتوركوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. هنا غندير واحد الساشيات خمارات الحلوى، ويمكن لكم ديروا الخميره الاخرى العجين، ولكن ما تكثروش ديروا قريصه منها. وغندير شويه الملحه. انتم البنات يمكن لكم تقدروا ديروا معلقه ديال السنيده، انا هنا ما درتهاش على حساب مال السكر ما يشاف الجميع. صافي وعندي الماء سخون باش غادي نخلط هاد العجينه ديالي، عجينه عاديه البنات. هانتوما البنات صافي هنا راه جمعتها، بعد ما كنحس داك الدقيق صافي ما بقاش محبل، ما كنبقاش ندير شي مجهود معها البنات. صافي كنحس بداك الدقيق صافي كله تجمع. غنديرها في واحد الساشي، غندهنها بشويه الزيت وغنديرها في الساشي وغادي نحزم عليها مزيان. صافي غنخليتها واحد نص ساعه ترتاح. يمكن لكم نتوما عندكم الوقت تقدروا تعجنوها وتخليوها وقت ما سيريتو تديروها. خليتها واحد حزمت عليها مزيان، خليتها واحد نص ساعه حتى ارتاحت مزيان وطلقات ليا. صافي وغادي ندوزو كنسمنو. دابا هنا عندي راه خلطت الزيت مع الزبده، ذوب الزبده هي الاولى وعاد خويت عليها الزيت. صافي ها نتوما البنات راه العجينه صافي دلكات، مع ديك كتسد عليها في ديك الميكا عرفتي مدامش كتولي رطبه. صافي دابا غنبقاو نقطعو. انايا كيعجبوني الملاوي الصغار، وانتوما كيبقى لكم الاختيار،
كل واحد كيبقى على حسب الذوق، بغى يديرهم كبار يديرهم، اللي بغى يديرهم صغار انا كنديرهم صغار. هانتوما البنات، بعد ما قطعت هذاك العجينة ديالي كاملة، صافي درتها هكا كويرة، درتها هنا في البلاطوات صافي، ودهنتهم هكا بشوية الزبدة والزيت باش ما يربوش ليا داك القشرة من الفوق. وصافي داك هاد الاولاني غادي نخليه، هو اللي غنبدا نسمن فيه، وهاد الاخراني غندير ليه السلوفان وغادي نغطيه باش ما يضربوش ليا البرد تقشور ليا العجينة. صافي وغادي ندوزو كان نسمنو نورقو دوك الملاوي. صافي غنغطي مزيان باش ما يدخلش ليا البرد، حيت الا تربات هذيك القشره كتخسر لكم ديك العجينه، كيجيكم دوك الملاوي كيجيكم ديك العجينه ملي كتقشور كتجي خيبه. صافي هذا غنخلو على جانب وغنبدا بالاخر اللي قطعت قبل منه. طريقة سهلة البنات، هنا عندي السميدة رقيقة باش غادي نورق ديك المسمن ديالي، غنزيد فيها واحد خمارة الحلوى. صافي نخلطها مع ديك السميده باش كتورق ليا ديك المسمنه. كنخلطها هكا مزيان. صافي غادي نبداو نسمنو المسمن ديالنا عادي، كتقرصوه بحال هكا كتصيبو المسمن عادي. البنات كنبقاو نورقوه مزيان، المهم هي خصها ديك المسمنه ترقق مزيان اللي حتى كتبان لينا ديك الرخامه. باش ما يجيناش ندقص. واخا تقطع لكم ماشي مشكل، المهم هي تكون رقيقه. صافي كنبدا كنرش ديك السميده هكا باش كتجينا ديك الملويه ديالنا محلوله، كتجي مره. صافي كنقلب الجهه الاخرى هكا، راه عادي. غير هي البنات فاش كتبداو هكا كتلويو ما تكرزوش، خلو نتوما مرخوفه ما تكرزوهاش باش ما تجيكمش مدقصه، وباش هكا انت كتلويها مرخوفه باش كتجيك الملاوي كتجيك محلوله. ونبقاو على هذه الطريقه. Thank you.
البنات كنستمروا على هذه الطريقه، كنبقاو كنورقوا مزيان، وما ننسوش ديك السميده نرشوا بها، هي اللي كتساعدنا باش تجينا ديك الملويه محلوله. كنستمروا على نفس الطريقه البنات، وكنتمنى جربوا هذا المسمن، وما تنسونيش من التعاليق ديالكم الزوينين ومن ابوني اللي عجبها الفيديو. كنتمناها ما تنسانيش من واحد ابوني، دير لي ابوني، واللي بقى ما يلا دخلت جديده تشوفها دخلت عندي القناه كنقول لها مرحبا الف مرحبا، وتبرك على الجرس يبقى يوصلها كل جديد. صافي دابا هنايا بعد ما كنبقى على ديك الطريقه هكا، كنخلي داك الملاوي ديالي كنحطهم هكاك طوالين سال من بعد كيتطلقوا، عاد كنعاود غنجمعهم. انا خليكم معايا تشوفوا نفس الطريقه. هانتوما البنات هنا بعد ما كملت داك الملوي وترخات ليا دوك الملويات، صافي كنديرهم على هذا الشكل هذا صافي، وكنحطوهم حتى كنجمعوهم كاملين صافي. وغادي دابا نبدا باش نقرصوهم. المقله ديال اللي راه درتها كتسخن باش يجونا ساهلين في التقراص. هانتوما بديت هنايا صافي كنقرص الملويات ديالي، غير هما ما تقرصوهمش بزاف البنات، ما ترقوهمش بزاف. ملي كتشوفوا دوك البويقات راه عرفوا الملاوي ناجحين 100%، غير جربوهم البنات غيجو غزالين. صافي نبدا كنطيب. صافي المسمنات ديالنا، المقله عندي تبارك الله كبيره،
كان بدا كان رمي بستة بسبعة المليويات على حسب الحجم التمون اللي بغيتو، وكندورو البنات الملاوي على جهة واحدة، كنبقاو كندورو هما كيطيبو حنا كندوروهم. صافي البنات كنبداو هنايا كنصفي هنا مع شادة التليفون غير بإيد، وكنصور بإيد هكا، كتشدو المسمنة كتحلوها هكا شوية باش كتجيكم محلولة. شتو البنات كيفاش كيجي محلول وكيجي غزال البنات وبتحمرت الوجه. ها ما كملت هنايا راه عطاني 46 حبة، وتاني العدد كيبقى على حسب المسمن ديالكم درتوه كبير او درتوه صغير. هذا هو الملاوي ديالي، كنتمنى تجربوهم. هنا البنات غنقول لكم بسلام عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله، وما تنسونيش من واحد ابوني. يلا بسلام عليكم.